للتوسع في هذا النقاش ينضم إلينا من كالجاري الكندية المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير دكتور خالد أصيل، بالإضافة لضيفنا من الخرطوم معتصم عبد القادر المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية. أهلا بكم ضيفي عبر سكاي نيوز عربية. أبدأ مع ضيفنا من كندا دكتور خالد، يعني هدوء حذر يسود الخرطوم، يعني أيضا هناك إطلاق متقطع للنار رغم هذه الهدنة، برأيكم هل ستصمد هذه الهدنة أو يعني يمكن أصلا اعتبارها صامدة لمدة 72 ساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لاستضافتي في قناتكم العامرة. أهلا والتحية لمشاهديكم الكرام، والرحمة والمغفرة لكل شهداء الثورة السودانية، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. أولا طبعا نحن نشيد بهذه الخطوة للهدنة اللي طرحتها قوات الدعم السريع، وافق عليها الجيش بعد 24 ساعة. وحتى الآن بالرغم أن هناك بعض الخروقات من هنا وهناك، ولكن صامدة حتى الآن. ولكن دعينا أقول أن هذه الهدنة أو غيرها هي ليست كافية، ولغياب تفاصيل هذه الهدنة ولغياب الاتفاق بين الطرفين أصلا على تفاصيل وشروط هذه الهدنة، وغياب مراقبة دولية تضمن نجاح هذه الهدنة، يمكن أن ترهان في أي لحظة. نعم. لذلك نحن الآن لا نريد فقط هدنة لدواعي إنسانية فقط، إنما نريد هدنة ووقف فوري لإطلاق النار، وقف هذه الحرب العبثية. هذا هو المطلوب الآن، لأن الأوضاع الإنسانية أصبحت كارثية تفوق الوصف. وإذا نظرنا انحيار القطاع الصحي بعد خروج أكثر من 30 أو 40 مستشفى من الخدمة تماما، انعدام الماء والكهرباء والغذاء، فضلا عن الكثير من المواطنين ما زالوا عالقين لا يستطيعون حتى العودة إلى ديارهم، والمزيد من ترويع المواطنين وقتل وإصابة الأبرياء العزل داخل منازلهم، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية بطائرات وصواريخ وأسلحة ثقيلة، انتهاكا واضحا للقانون الدولي والإنساني. ولذلك مسألة الهدنة هي نعم هي خير من لا شيء، ولكنها ليست كافية. نحن نريد أن نوقف هذه المعركة الآن قبل الغد، حتى نقدر نتعامل ونعالج هذه القضايا الإنسانية الكبيرة، ثم بعدها ننتقل إلى قضايا أخرى، منها كيفية معالجة هذا الأمر عبر الحوار، عبر العملية السياسية، عبر التفاوض المباشر إلى الآخر. ولكن الهدنة بشكلها الحالي لا أتوقع، يمكن أن تصمد ويمكن أن تسقط أو تفشل في أي لحظة. لأنه يعني هناك كثير من القضايا التفصيلية المفقودة في هذه الهدنة. نعم دكتور معتصم، هل توافق يعني رأي دكتور خالد بأن هذه الهدنة قد تسقط في أي لحظة، هي معرضة للانهيار في أي ثانية، يجب أن يكون هناك مراقبة دولية لهذه الهدنة، يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين، وليس فقط أن تأخذ شاكلة هدنة إنسانية من أجل مساعدة السودانيين على الخروج أو مساعدة الرعايا الأجانب من الخروج من العاصمة؟ لك التحية والشكر على الاستضافة، والتحية لسادة المشاهدين. أولا، الدعم السريع هو لا عادة لا يطرح الهدنات، الهدنات عادة ما تأتي من جهات خارجية تتصل بالقوات المسلحة السودانية. الدعم السريع عادة يوافق على مثل هذه الهدن لأنه في موقع عسكري بائس للغاية، والدليل على ذلك أنها ما حيحدث اليوم من عدم وجود لإطلاق النار في الخرطوم، خصوصا حول منطقة القيادة العام والمطار. يعني حتى في هذه الثانية، يعني بس اسمح لي أن ننوه أنه وأنت تتكلم دكتور معتصم، هناك صوت إطلاق نار أو ربما أصوات قذائف تتعالى، يعني هذه الهدنة واضح أنها خرقت إن كان من قبل قوات الدعم السريع أو ربما من الجيش السوداني. نعم، هنالك لزغات نارية متفرقة، لأن هنالك قوات متفلتة من القوة الدعم السريع المتمردة لا يمكن السيطرة عليها، وفقدت اتصالها مع قيادتها
لذلك تجد هنا إطلاق نار من هنا وهناك، ولكن الهجمات الأساسية التي كانت تحدث في كل يوم عن طريق المنطقة الشرقية من المطار لا وجود لها الآن، لأن القوات المسلحة سيطرت على هذه الأطراف، سيطرت بشكل كبير على منطقة الشرق النيل ومنطقة جرمان والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية. وما يدور الآن أنا أعتقد أن هنالك رهائن استلمتهم قوات الدعم السريع في بداية المعارك وتتخذ منهم دروعا بشرية. فأنا أعتقد أن الموقف العسكري بصورة عامة لصالح القوات المسلحة السودانية، ما يقف ما بينها وبين حسم هذه المعركة الموضوع الإنساني الذي تحدث عنه ضيفك الكريم، الموضوع الإنساني بصورة عامة، مشاكل المياه والكهرباء للمواطنين والمشاكل العلاج والمستشفيات، كل هذه المشاكل وكذلك تعرض المواطنين المدنيين الأبرياء لأي شكل من أشكال الضرر والأذى، هذا ما يمنع الجيش السوداني من استخدام القوة المفرطة ويؤخر من حسم المعركة. ولكن أنا أعتقد أن المعركة حسمت منذ أول يوم عندما تم الهجوم على مركز القيادة والسيطرة للدعم السريع وإخراجه من المعركة، وبالتالي صارت قوات الدعم السريع هايمة على وجهها تعتمد على تصرفات القادة الميدانيين. فأنا أعتقد أن الموضوع تحت سيطرة، وكل هذه الخروقات التي تتم لهذه الهجمة تتم من جانب قوات الدعم السريع. قوات المسلحة تحتفظ بحق الدفاع عن النفس عندما تتعرض لأي شكل من أشكال الهجوم، ولكن المسألة في مجملها أن هنالك مجموعات منفردة هنا وهناك من قوات الدعم السريع المتشردة تحاول أن تطلق النار وأن تحاول أن تسجل بعض النقاط من هنا وهناك، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية وسط وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول من خلالها كده. أما بالنسبة لوجود قوات دولية لمراقبة الأوضاع في السودان، من الصعوبة بمكان فعل هذه المسألة، لأن حتى المطارات الآن لا تعمل، الأجواء الآن مسيطر عليها القوات الجوية السودانية مسيطرة على الأجواء، فمن الصعوبة بمكان أن تأتي أي قوات في هذه المرحلة كي تراقب وقف إطلاق النار وما إلى ذلك. دكتور خالد، يعني يعتبر دكتور معتصم أنه المعركة حسمت بشكل أو بآخر، لكن في ظل تضارب المعلومات بما يخص مناطق سيطرة كل طرف داخل العاصمة، هل برأيكم يمكن الحديث عن تقدم أي من الطرفين في هذه المعركة أقله في العاصمة السودانية الخرطوم؟ شكرا جزيلا. أعتقد أن ضيفك الكريم معتصم يتحامل كثيرا على طرف ويدعم طرف آخر، وهذا جزء من الأزمة السودانية، أنك أنت تحاول أن تؤجج من نيران الفتنة وتحاول أن تضع معلومات هو ذات نفسه غير متأكد منها، لأنه هو ليس ناطق رسميا باسم القوات المسلحة وليس مسؤولا رسميا ليعطينا المعلومة الصحيحة. هناك تضارب في المعلومات، من الصعب جدا التحقق من صحة المعلومات الواردة الآن، لا ندري من هو المتقدم من هو متأخر، وكلها معلومات في إطار الحرب الإعلامية لكسب نقطة من هنا ومن هناك. ولكن القضية الأساسية أن المسألة دي من الصعب جدا حسمها عبر البندقية، يمكن أن تتقدم اليوم وتتأخر غدا، ولكن قضية أن يعني حتى النقطة الذكرة في أن الجيش حتى الآن لم يستخدم القوة المفرطة، هذا حديث مضحك حقيقة، حديث مضحك. لماذا أقول مضحك؟ لأن الجيش استخدم أقصى ما يمكن واستخدم الطائرات والصواريخ التي لا تفرق بين الأبرياء أما الذين يقاتلون في صفوف القوات الدعم السريع. ماذا تريد أن تدعو الجيش أن يستخدم أكثر من هذا؟ هذا هو الخطاب التحريضي البغيض الذي أجج هذه الحرب وساعد في نشوء هذه الحرب. أنا أقول أن هذه الحرب هي حرب عبثية، حرب صفرية، لا يمكن أن يكون فيها هناك منتصر، الجميع خاسرون والشعب السوداني هو الخاسر الأكبر. والآن يتابع هذه الأزمة الإنسانية، السرقة، الموت، هذه المسائل
سنتحدث عن الشق الإنساني دكتور، لكن اسمح لي أن أعود إلى دكتور يعني معتصم، يعني فقط من أجل حق الرد. دكتور معتصم، هل برأيك استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى انزلاق الوضع إلى حرب أهلية في البلاد، لا سيما وأنه يعني حتى الآن يعني بحسب الأنباء التي تصل أو بحسب المعلومات التي تصل أنه في الخرطوم عادة ما يقف الشعب السوداني إلى جانب الجيش، لكن في حال استمرار هذا الصراع يعني قد يقف الجيش الشعب السوداني إلى جانب ربما حكومة مدنية أو سيطرة مدنية وليس سيطرة عسكرية؟ لك الشكر مرة أخرى. أولا أنا لا أتحدث، أنا متأكد من كل المعلومات التي أثيرها في هذا النقاش، أنا على بعد أمتار من موقع الأحداث، أضيفك على بعد آلاف الكيلومترات، وأنا لا أخفي أنني أؤيد القوات المسلحة السودانية بنسبة أكبر من 100%، هذه مسألة لا أخفيها. وأما وضيفنا الكريم ينتمي إلى قوة سياسية كان لها دور أساسي في تحريض قوة الدعم السريع التي كانت تابعة للقوات المسلحة، كان لهم دور أساسي في تحريضها وخروجها على القوات المسلحة السودانية. أنا أعتقد أنهم لهم القدح المعلى في هذه الأزمة، وهم كسياسيين فشلوا في الغياب بأي دور إيجابي طيلة الفترات التي من بعد التغيير الذي حدث في 2013 وإلى يومنا هذا، ولا يملكون أي قدرة على المساهمة في الحياة. يعني لو سمحت يعني أجبني عن هذا السؤال، يعني هل برأيك استمرار هذا الوضع أو هذا الصراع سيؤدي إلى انزلاق الوضع إلى حرب أهلية؟ لا بالإطلاق، لن تكون هناك أي شكل من أشكال. القوات المسلحة السودانية الآن مسيطرة على كافة الولايات، الآن الصراع في جزء بسيط جدا من محلية من محليات ولاية الخرطوم، 18 ولاية السيطرة عليها تامة. أيضا لا يوجد أي شكل من أشكال العمق الجماهيري للقوة السياسية التي ينتمي إليها ضيفك الكريم أو لقوة الدعم السريع المتمددة المندحرة، ولذلك لا أتوقع أن يكون هناك أي شكل من أشكال الصراع المستقبلي، لأن قوات الدعم السريع حتى إذا ذكرنا أن البعض منها ينتمي إلى منطقة دارفور، منطقة دارفور الآن هنالك قوة تتواءم مع القوات المسلحة السودانية، حركات تحرير السودان، الحركات التي وقعت على السلام في جوبا، لا يوجد لها أي عمق جماهيري في دارفور يمكنها من خلالها أن تنطلق إلى أي شكل من أشكال الحرب الأهلية، وليس لها أي قدرة على المساهمة في مزيد من التدهور للوضع الأمني في السودان. هذه قوة معزولة، القوة العسكرية للدعم السريع معزولة، القوة السياسية لقوة الحرية والتغيير معزولة، لذلك ليس لهم القدرة على فعل أي شيء في مستقبل السودان. هذه مسألة كما ذكرت لك من قبل أن القوات المسلحة السودانية تراعي إلى الوضع الإنساني الكلي العام، تراعي إلى معاناة المواطنين السودانيين. قوات الدعم السريع هي من بدأت القتال، هي من كدست الأسلحة والجنود داخل الخرطوم، وكانت تخطط لهذا الأمر من مرحلة مبكرة، لذلك بحمد الله تم دحرها وتم القضاء عليها بصورة تامة، وسوف تحدينا في الأيام القادمة أن هنالك جيش سوداني واحد، وأن هنالك عملية سياسية سوف تجرى وسوف توسع، وبعيدا عن العزل والإقصاء السياسي الذي مارسته قوى الحرية والتغيير التي ينتمي إليها ضيفك الكريم، والذي يصرح باسمها على بعد آلاف الكيلومترات بعيدا عن الوقاية التي نعيشها لحظة بلحظة. الآن الأوضاع هادئة من خلال الصورة التي تبثونها على شاشتكم نتيجة لدحر هذه القوات ونتيجة لعدم قدرتهم على، لكن يعني الصورة ليست يعني هادئة، هناك ربما هدوء حذر يسود الخرطوم دكتور معتصم، هناك خرق لهذه الهدنة بات واضحا يعني من خلال يعني سماعنا لإطلاق الرصاص أو النار أو القذائف. يعني أعود إلى دكتور خالد، هل يمكن القول أنه هذه الهدنة أو هذه الهدنة ما لم يعني لو كانت قد تحققت أو نجحت 100%، هل كان يمكن الحديث عن عودة إلى طاولة المفاوضات أو حوار بين طرفي النزاع؟ نعم، شكرا جزيلا. طبعا هذه الهدنة هي زي ما ذكرت هي لدواعي إنسانية،
والآن هي يمكن أن تفشل في أي لحظة. مع أننا نشيد بهذه الخطوة وهي جيدة خاصة في أيام العيد، ونتمنى أن تستمر وتصمد وتتطور إلى وقف دائم للقتال والعودة إلى الحوار، لأن الحوار هو سيد الموقف وليس البندقية. البندقية هي سلاح للحمقى، سلاح للمفلسين، سوف لن تقود البلاد إلا للتمزق والتشظي والفتنة. ولذلك يعني إحنا الهدنة هذه نفتكر أنها خطوة ليست سيئة، ولكنها جيدة، ربما تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار. لكن دعيني أتحدث في نقطة سريعة أن قضية أن القوة السياسية هي السبب الأساسي في اندلاع هذه الحرب، هذه طبعا فرية ويتناولها ويتحدث عنها كثيرا هذه الأيام الفلول، عناصر النظام البائد، الدولة العميقة، وأنا أخشى أن يكون ضيفك من هؤلاء. ولكن حتى إذا سلمنا جدا دكتور خالد، يعني أعذرني، لكن هذا الاتهام ربما للضيوف يعني ليس في مكانه. أنتم تطالبون بإقامة سلطة مدنية، خلينا في هذا الإطار دكتور خالد، يعني هل السلطة المدنية، هل هناك أمل بعودة السلطة المدنية في بلاد يعني يسود عليها الآن، أو يعني يسود فيها الآن صراع نزاع بين طرفين مسلحين، الجيش السوداني أيضا فصيل كان يجب أن يكون تحت ظلت الجيش؟ طيب جدا. طبعا يعني حرية التغيير والقوة السياسية اللي كانت لعبت دور محوري في ترتيب وصياغة الاتفاق الإطاري، يعني اتهمت بأن أضاعت وقت كثير جدا في اجتهادها للتقارب أو لتقريب وجهة النظر بين العسكريين والدفاع أو قوى الدعم السريع. يعني إحنا اتهمنا من شدة أننا بذلنا جهدا فوق العادة لتقريب وجهة النظر بين قوات الدعم السريع والقوات قوات الشعب المسلحة من أجل تفادي هذه المسألة، بذلنا جهدا لا يصدق، جهد خرافي. ولذلك هو هذا يقول عكس الكلام، لأنه كنا في إطار أطروحتنا السياسية لوقف الاستقطاب واحتواء الخلافات بين العسكريين، كنا بنقول للعسكريين والدعم السريع أن يستفيدوا من هذه العملية السياسية لمعالجة خلافاتهم، ثم الانتقال نحو الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني قومي واحد لم يحدث في تاريخ السودان. لما ترجع وتراجع طيلة 30 عام الماضية وننظر بس بسرعة بشكل سريع جدا، ما نحن نتحدث أن الوضع الطبيعي في أي دولة يجب أن يكون هناك جيش قومي واحد يقوم بمهام حماية البلاد وسيادتها وحماية نظام الحكم، ولكن وتكون تحت إمرة السلطة المدنية. ولكن الشيء غير طبيعي هو وجود أكثر من جيش في حالة السودان اليوم، يوجد 10 جيوش حتى الآن. طب برأيك دكتور، يعني بعد في أمل بالعودة إلى سلطة مدنية في السودان، هل يمكن العودة إلى توقيع الاتفاق الإطاري؟ هل يمكن وضع السودان من جديد على مساره السياسي الديمقراطي أو نحو الحكم الديمقراطي؟ نعم، المخرج والحل الأساسي يكمن في الحل السياسي، لأن الأزمة سياسية، لا يمكن أن تحل هذه الأزمة بالبندقية، هذه معركة خاسرة. نحن عندما نتحدث عن مسألة 10 جيوش لا يمكن أن تعالج هذه القضية إلا عبر التحول المدني الديمقراطي اللي أوريدي وضعنا أسس واضحة جدا عبر العملية السياسية في اتفاق إطاري، أسس واضحة جدا في كيفية معالجة قضية الدمج الجيوش المختلفة. نعم. نعم. وهي قضية ظلت موجودة 30 عام لم يفتح الله سبحانه وتعالى لأعضاء النظام السابق البائد أن يقوم بأي جهد في هذه المسألة. اليوم صحوا فجأة من النوم ويقول جيش واحد، هم ذات نفسهم استخدموا سياسة فر التشتت لخلق هذه الجيوش المتعددة بما فيها قوات الدعم السريع تم إنشائها في ظل النظام البائد، وعندها الآن قانون رسمي وأصبحت جزء من القوات المسلحة، ولا يمكن تتعامل معها بشكل عشوائي بهكذا، يجب أن تتعامل معها بنفس الطريقة التي أنشأت بها هذه القوات، ويجب أن يتم هذا عبر اتفاق حول نقاش حول حوار زي ما بدأناه في العملية السياسية. نعم. ولكن الحديث اللي بيعطي عاطفي وأن نحسب أو نشتب هذه القوات أو غيرها بجرد قلم، هذه فتنة لا يمكن أن تتعامل معها بهذه الطريقة. ولذلك
القوة السياسية هي الأجدر والأدرى بالعملية السياسية، وهذا هو الميدان الذي تجيد اللعب فيه اللي هو قضية سياسية. وطالما أن الحل لهذه الأزمة يكمن فقط في الجانب السياسي، يبقى دور القوة السياسية هو أهم بكثير من القوات المسلحة. القوات المسلحة نحترمها ونكون لها كل تقدير، ولكن ليس لها دور في الشأن السياسي. هذه هي الأزمة، والمعركة الحالية التي واضح يموت فيها آلاف هي أكبر دليل تؤكد أن القوات النظامية ليس محلها السياسة، إنما محلها فقط في حماية الأراضي البلاد وسيادة الدور وحماية أيضا الحكم المدني الديمقراطي. نعم دكتور معتصم، هل برأيكم السودان ابتعد كليا عن المسار الديمقراطي، عن التحول نحو الديمقراطية، التحول إلى دولة مدنية، وبالتالي يعني العسكرة ربما تطول، سيطرة الجيش قد تطول، ويعني سيبقى المجلس العسكري ويستمر؟ العكس تماما، انا اعتقد ان الفرصه مواتيه تماما الان الى الانتقال الى تداول سلمي للسلطه. وانا اعتقد ان فشل قوى الحريه والتغيير كقوه مسيطره على المشهد السياسي في المرحله السابقه هو السبب الاساسي في تدهور الاوضاع، لانهم كما يعلم الجميع حاولوا عزل بعض القوى السياسيه واتوا بوثيقه واحده لا يريدون الاطراف الاخرى ان تساهم في محتوى الوظيفة، ولا يريدون أن يشركوا القوى السياسية الأخرى معهم. أنا أعتقد الآن الفرصة مواتية، سندخل المرحلة القادمة بجيش موحد مهمته الأساسية الدفاع عن السودان، المحافظة على الاستقرار والأمن الداخلي للسودان، هذه مهمة. طيب لكن يا دكتور معتصم، يعني ما حصل في السابق، ما تعتبرونه ما حصل في السابق والذي تردون سببه إلى قوى الحرية والتغيير إلى العملية السياسية، هذا ما سيتم في المرحلة القادمة، ونحن مقبلون على هذه المرحلة. الجيش السوداني لا يريد حكم البلاد منفردا، ولا يريد حتى مسألة الحكم، هو يعلم تماما مهامه في الدفاع عن البلاد وفي حفظ الأمن والاستقرار، وسيسمح لكل القوى السياسية بالمشاركة في المرحلة القادمة بدلا من أن تنفرد بعض القوى السياسية بالحكم في السودان. دكتور معتصم، كنت تتحدث قبل آخر يعني المستجدات التي تابعناها عن الدور الذي لعبته القوى السياسية في هذا الصراع ربما قبل اندلاعه، يعني مع العلم أنه السبب ربما الغير المباشر أو المباشر هو عملية الدمج الذي أججت الصراع بين البرهان وأحمدتي. دعني أقف معك على موقف عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار الذي تعهد بالعمل مع الحركات المسلحة، قراءتك وتقييمك لهذا الموقف. هذا موقف إيجابي، القائد مالك عقار عودنا باستمرار على أنه صوت من أصوات الحكمة في السودان، وحتى بقية القادة في الحركات المسلحة هم كثيرون منهم خارج العملية السياسية، لأن قوى الحرية والتغيير عزلت حركة العدل والمساواة كما عزلت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. السيد مالك عقار رغم أنه وقع على الاتفاق الإطاري، ولكن كان متحفظا عليه ومتحفظا على الطريقة التي تدار بها العملية السياسية بواسطة الحرية والتغيير وبواسطة الجهات التي تحالفت معها. كل الورش التي أقيمت في هذا الإطار بما فيها ورشة الإصلاحات الأمنية كانت تدار بطريقة انتقائية ويعزل منها الكثير من القوى، حتى إذا اعتبرنا أن المؤتمر الوطني كان فلولا كما يذكر ضيفك، والقوى السياسية لا تريد لهم أن يشارك، كان هناك قوى سياسية كثيرة سواء كان من الحركات الموقعة على السلام أو من الحركات السياسية الأخرى تم حجبها وعزلها من المشاركة في العملية السياسية. أنا أعتقد دعوة السيد مالك عقار هي دعوة إيجابية، وحتى أن هنالك بعض القوى المسلحة أعلنت أنها تقف إلى جانب القوات المسلحة السودانية في دحرها لتمرد ميليشيا الدعم السريع، فأنا أعتقد أن هذه الخطوة خطوة إيجابية. من الجانب الآخر، أنا أعتقد أن الجهود الدولية لإجلاء عناصر السفارات أو لإجلاء مواطنيها أو جالياتها داخل السودان هي عمليات احترازية من باب أن يكونوا مستعدين لذلك، لكن أنا أعتقد من قراءتي للوضع العام أنهم لن يحتاجون إلى هذه المزالة،
المسائل تسير نحو الهدوء. هذه القوة المندحرة عملية القضاء عليها تسير وفق وتيرة منتظمة، وأنا أعتقد أن القوات المسلحة السودانية في النهاية قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب السوداني. حديث قوات الدعم السريع عن أنها تسيطر على مطارات وذلك، هي سيطرت فعلا على مطار مروي، ولكن قبل 3 أيام تم طردها ودحرها وتشتيت قواها في الصحراء. بالنسبة لمطار الخرطوم، الآن مطار الخرطوم القوات المسلحة تحيط به، لكن كما ذكرت لك هنالك رهائن داخل حي المطار، القوات المسلحة تخشى على سلامتهم، لذلك أنا أعتقد أنه قريبا جدا سوف تتم كامل السيطرة على هل هذه معلومات مؤكدة دكتور معتصم أن هناك رهائن يعني تستخدمها هذه القوات من أجل الاستمرار بهذا الصراع، وربما من أجل بهدف يمكن إنهاء هذا الصراع؟ يعني من أين تأتي هذه المعلومات؟ هذه المعلومات جاءت من أول يوم، منذ أول يوم قوات الدعم السريع كانت مسؤولة عن تأمين منطقة وسط الخرطوم، تأمين أسر القادة العسكريين وتأمين أسر بعض الموظفين الحكوميين. طيب، لكن ذكرت أنها تتخذ هذه الرهائن أو هؤلاء الأشخاص وقامت باعتقالهم كرهائن. هذه مسألة معلومة الآن، وهي سبب أساسي من أسباب تأخر حسب هذا التمرد. دكتور خالد، هل برأيك موقف عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار أنه بالتعهد بالعمل مع الحركات المسلحة الموقع على اتفاق سلام جوبا يعتبر تطورا إيجابيا في هذا الصراع؟ نعم، موقف إيجابي، ويدعم ما نقوله أن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل إلا بتقريب وجهات النظر، إلا بالحوار، إلا بالجلوس مع بعض والتفاهم. هذا يدعم ما نقوله وما نطالب به، والذين يطالبون باستمرار الحرب ويتحدثون بلغة القتل أعتقد لا مكان لهم في مستقبل السودان. أنا أقول شيء محدد. أولا، يعني حتى إذا رجعنا مرة أخرى، الأخ يقول أنه نحن في الحرية والتغيير عزلنا حتى حركة العدل والمساواة وحركة أهل السودان بقيادة مني أركاب. هذا حديث عاري من الصحة تماما. العدل والمساواة بقيادة جبريل وكذلك أركم الناوي هم جزء من الترتيبات الأمنية وجزء من الترتيبات السياسية وجزء من العملية السياسية، ولهم الحق الكامل أن يوقعوا الاتفاق الإطاري في أي لحظة. هناك بعض النقاشات كانت مستمرة معهم وبعض التحفظات، لكنهم لم يعزلوا ولم يبعدوا على الإطلاق. هذه معلومة خاطئة تماما. بعدين لو حتى راجعنا بشكل سريع قضية الدعم السريع، الآن بتصريحات قيادات الجيش الكباشي وياسر عطا يتحدثون بك، وحتى السيد البرهان يقول نحن لسنا لنا أي مشكلة مع الدعم السريع، مشكلتنا فقط مع قاعدة الدعم السريع وشقيقه عبد الرحيم. هذا ما يقولوه بألسنتهم وموجود مسجل في كل التسجيلات. يبقى وين القضية إذن؟ يبقى إذا كان القضية فقط مع أفراد، يبقى أصبحت القضية شخصية. هنا أصبحت قضية شخصية، وكيف أن تأخذ قضية شخصية وتجر بها وتسحب بها البلاد إلى محب الريح؟ لا علاقة لهذه الحرب بمصلحة الجيش ولا مصلحة الوطن ولا مصلحة أي قضية أمنية إذا كانت. طب ما المطلوب من الشعب السوداني في هذا الإطار؟ يعني إذا ما كان الشعب السوداني يرى أن هذا الصراع نشأ على خلفية ثورية فردية، أو ربما كان صراعا ثأريا كما يعتبره بعض المراقبين، كيف سينظر الشعب السوداني بهؤلاء أو بهذين الطرفين المتخاصمين؟ هل يعني تستطيع القول أن الشعب السوداني فقد ثقته بالجيش الذي من المفترض أن يكون جيشا موحدا؟ الشعب السوداني الآن يمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخه. الشعب السوداني لم يحدث في تاريخه أن ضرب بطائرات في عاصمته حتى من الأعداء، لم يحدث هذا في تاريخه. هذه جرائم حرب، أن يضرب ويقتل وهو في داره آمنا ولا يستطيع حتى أن يتحرك، ولا يستطيع حتى يعامل موتاهم بكرامة، ولا يستطيع حتى أن يأخذ جرحاهم إلى المستشفيات. هناك من يعني يحتاج إلى غسيل لكنه لن يستطيع، ويموت وهو في انتظار الخدمة. ولذلك الشعب السوداني الآن فقد الثقة في الجميع.
فقد الثقة في هذه، لأن المعركة هذه لا ليست لها أي علاقة بمصالحه الخاصة، مصلحته الخاصة في الأمن، في الاستقرار، في 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 إنه يقدر يتحصل على غذائه وصحته وتعليمه، ودي كلها الآن أصبح في محب الريح بهذه الحرب اللعينة. من هو المتسبب في هذه الحرب؟ ولماذا؟ أين هي المصلحة القومية في هذه الحرب؟ وإذا كانت مسألة دمج الجيوش، لا أنت الآن عندك 10 جيش في السودان، هل تتعامل مع كل بقية الجيوش بنفس هذه الطريقة؟ لك أن تتخيل أن تتعامل مع كل هذه الجيوش الموجودة بالعنف وبالقتل وبالسحب، مستحيل أن تنجح. أنت تدعو إلى تمزيق البلاد، أنت تدعو إلى حرب أهلية شاملة في البلاد. لذلك لما جاءت العملية السياسية وأطرت حقيقة حتى مسألة الجيش الواحد، هي أتت من خلال الثورة السودانية المجيدة، ودي من أدبياتها، وتم تعطيلها في العملية السياسية قبل الثورة السودانية. لم يكن هناك ما يتحدث عن جيش واحد. نظام الإنقاذ حكم 30 عاما لم يتحدث، العكس. لو حتى نظرت لحركات دارفور، عندما بدأت الحرب الحرب المسلحة في دارفور، كانت هناك حركتان مسلحتان فقط. عندما سقط الإنقاذ كانت هناك أكثر من 80 حركة، لأن النظام البعيد استخدم سياسة فرد تسد، وهذه هي المسألة. هم ساعدوا بشكل مباشر في خلق هذه الجيوش، ولذلك وحتى الدعم السريع أنشأوه بقانون رسمي، والبرهان ذات نفسه اتخذ قرار قبل فترة وجيزة في جولاي الماضي، ألغى الفقرة 5 في قانون قوات الدعم السريع اللي هي كان بتعطيه تابعية للجيش. هناك تفاصيل كثيرة جدا في كيفية تم إنشاء هذه القوات، وهناك مخاوف في كيفية التعامل مع هذه الإجراءات. لذلك التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يمكن أن يتم بالعنف ولا بالحرب، إنما بالمنطق. ولذلك نحن عندما أتينا بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري، كانت عملية جريئة وعالجت كل هذه القضايا لأول مرة قبل التوسع في هذه النقطة. دكتور يعني اسمع لي، أنا أعود إلى دكتور معتصم يعني لأسأله عن ربما هل يمكن أن يشهد السودان من قبل الشعب السوداني ثورة جديدة عندما يرى الشعب السوداني أن جيشه يتقاتل مع أحد الخصوم، يغير بالطائرات ربما، يعني مع العلم أنه الجيش السوداني يقول أنه يخشى إيذاء المدنيين، وبالتالي لا يمكنه حسم المعركة لأنها حرب مدن. يعني هل السودان أمام أو تتوقع أن السودان قد يشهد ثورة جديدة؟ كل العمليات الحربية التي تمت بواسطة الطيران تمت ضد أهداف عسكرية للدعم السريع. الدعم السريع كدس حوالي 60,000 جندي داخل المناطق المدنيين، وكدس كثير من الأسلحة، ومن الأسباب الأساسية لهذا الصراع أنه استخدم قوات من قاعدة عسكرية في شمال دارفور تسمى الزرق إلى داخل الخرطوم، إلى جنوب الخرطوم. هذه هي القوات المسلحة السودانية، بحمد الله لها قدرات دقيقة جدا على تحديد الإحداثيات والضرب في المناطق العسكرية بعيدا عن استهداف المدنيين. ولكن أنا أعتقد أن السبب الأساسي في هذه الحرب هي الطبول التي دقتها قوى الحرية والتغيير بعد فشلها في الورش التي عقدتها في آخر ورشة كانت في 5 أبريل. من بعد ذلك اجتمعوا في دار حزب الأمة وقالوا أنهم سوف ينتقلون إلى دكتور يعني أنا بدي أوقف معك على رأي الشعب السوداني وثقته بالجيش السوداني وبقوات الدعم السريع، يعني غير موضوع قوى الحرية والتغيير التي أسست لهذا الاتفاق الإطاري بحسب تعبيركم، يعني أريد أن أفهم منك موقف الشعب السوداني. كل الصور التي ظهرت في الفترات الأخيرة أكدت على تماسك الشعب السوداني خصوصا في الولايات. كل الولايات خرجت بمسيرات دعم مادي ودعم معنوي للقوات المسلحة السودانية، وذهبت الحاميات وهنالك وأقامت معهم صلاة العيد. فأنا أعتقد أن الشعب السوداني بالنسبة له الجيش السوداني خط أحمر. كل الشعب السوداني مع الجيش السوداني، والشعب السوداني يعتبر أن حركة الدعم السريع هي ميليشيا مسلحة متمردة يجب حسمها. العناصر داخل تلك الميليشيا الذين استسلموا للجيش السوداني أو الذين لم يرفعوا السلاح في وجه الجيش السوداني والشعب السوداني، لأن كثيرون منهم الآن ينهبون المواطنين ويروعون المواطنين ويقتلون المواطنين، رفعوا سلاحهم في وجه الجيش السوداني ورفعوا سلاحهم كذلك في
وجه الشعب السوداني. فالشعب السوداني لأمته هذه مسألة تاريخية معلومة، وأبناء الجيش السوداني هم من أبناء الشعب السوداني، هذه مسألة ليس هنالك أي خلاف حولها في أن الجيش السوداني يجب سلم الشعبية. مسألة أن تكون هنالك ثورة أخرى، الثورة الأخرى يا سيدتي الفاضلة انتهى من الثورة، انتهى منها هذه القوى السياسية التي صادرت حركة الشعب وثورة الشعب في 2019 وجعلتها حكرا لها وأفسدت الحياة السياسية السودانية بمحاولتها عزل القوى الأخرى وعدم السماح لها بالمشاركة معهم. أنا أعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية في الحياة السياسية، وهي التي أدت إلى هذه الصراعات، إقصاء القوى السياسية وعدم خلق بيئة سياسية مناسبة وملائمة للتداول السلمي للسلطة عبر التمثيل الجماهيري. أنا أعتقد أن هذه هي الإشكالية الأساسية التي أدت إلى هذا الاحتقان وإلى هذا الصراع. والدليل على ذلك كما ذكرت لك أن كانت أن هنالك أن القوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أو انقسمت من الكتلة الديمقراطية، يعني المجلس القوى الحرية والتغيير نفسها انشقت نتيجة لخلافهم، نتيجة لتعنتهم، نتيجة لمحاولاتهم في التركيز على المواقع السلطوية دون مراعاة ما يطلبه الجماهير وما يحتاج له الجماهير وما يحتاج له الشعب وما أتت من أجله الثورة. لم يقيموا قيم السلام والحرية والعدالة التي نادت بها الثورة. أتوا بما يسمى بلجنة التمكين التي أفرغت البلاد من المستثمرين الأجانب والوطنيين، أتوا بكثير من البدع التي لم تأتي. واضح دكتور معتصم، موجودة من قبل في الحياة السياسية السودانية. نعم دكتور خالد، هل برأيكم هناك يعني من يعتبر أنه قد ينسحب حميتي من الخرطوم من أجل أن يعني بهدف التحرك إلى أقاليم أخرى بهدف الحصول على حرية التحرك بشكل أكبر، هل هذا سيناريو يعني تعتبره قريبا إلى الواقع يعني وبالتالي الصراع قد يمتد؟ نعم شكرا جزيلا. أنا بس يعني بالعجالة كده، أول حاجة الحرية التغيير لم تعزل أحد، والتفاصيل بتاع من يوقع الاتفاق الإطار أو لا يوقع هذه تفاصيل تم الاتفاق عليها بين القوى الموقعة الاتفاق الإطاري بما فيه حرية التغيير وكذلك الدعم السريع وكذلك قيادة الجيش. نعم. هذا اتفاق بين كل هذه الأطراف، فلذلك اللوم على حرية التغيير هذه معلومة خاطئة أرجو أن تصحح. ثانيا طبعا مسألة أنا هنا لا أدافع عن أي جهة ولا أقف بأي جهة. أنا أقف هنا مع وقف الحرب، مع مصلحة السودان. أين تكمن مصلحة السودان؟ أنا لا أقدر أن أدخل في قضايا استراتيجية أمنية، ما إذا كان الدعم السريع سينسحب أو لا ينسحب، هذه قضايا أنا لا أعتقد. طب من يستطيع أن يحقق مصلحة السودان برأيكم؟ من هي الجهة المخولة أن تحقق مصلحة السودان؟ مصلحة السودان تحقق في طاولة الحوار، هذه مصلحة السودان، هذا ما يريد الشعب السوداني الآن، أن يلتقي الناس على طاولة الحوار والمفاوضات لحل القضايا الخلافية بالمنطق بالحوار باحترام الآخر. لكن الطرفين يرفضان حتى الساعة. البرهان مثلا يعتبر أنه لا عودة إلى الحوار، لا مجال للحوار، والحل يكمن في الحل العسكري أو الحسم العسكري. هذا الخطاب هو خطاب تكتيكي أنا في اعتقادي الخاص، وكذلك قد يكون من الدعم السريع، ولكن أنا واثق في أن هذه التحركات الآن اللي بنشاهدها من الأسرة الدولية، من 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 إذا كان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة اللي شدد بقوة على إنه الناس لابد أن توقف هذا القتال وتفتح الممرات الآمنة والآخر، الاتحاد الأوروبي أدام بشدة القتال في السودان، وأيضا طلب الوقف الفوري، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حست وحملت المسؤولية للبرهان وحميتي لضمان حماية المدنيين ورعاياهم، السفير الألماني، الأمم المتحدة، البيت الأبيض، أمريكا وبريطانيا والسعودية والأمارات، كل العالم بالإجماع الآن يتحدث، حتى الجامعة العربية أبو الغيث تحدث بشكل واضح وقال هم يعملون على وقف الفوري ودائم لإطلاق النار. الأسرة الدولية الآن صحيح مجلس الأمن لم يستطيع اتخاذ قرار قوي عشان ينفذ، ولكن الأسرة الآن الدولية كلها على قلب رجل واحد بتنادي بضرورة وقف
فوري لهذا العبث الموجود. كذلك نعم. الشعب السوداني، الشعب السوداني كذلك بالإجماع، بالإجماع أنا أقول بفمي بالمليان، الشعب السوداني بالإجماع ينادي بالوقف الفوري للحرب، عدا الفلول، عدا عناصر النظام السابق الذين يريدون أن يعودوا على أشلاء الوطن للحكم، لأنه يعلمون أن استمرار عملية سياسية واستمرار نجاح العملية السياسية وعودة الجيش إلى السكنات والذهاب إلى انتخابات حرة نزيهة سوف لن تأتي بهم مرة أخرى للحكم. لذلك هم الآن هم الوحيدين أن ينادون بالاستمرار بتاع الحرب، ولكن نحن نعتقد ونجزم أن الحل لن يكون في البندقية. نحن الآن نطالب بشكل واضح وقف الحرب فورياً الآن 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 عشان نقدر نعالج الأوضاع الإنسانية الكارثية، ونقدر بعد ذلك نضع المعايير في إطاره، من هو الذي أشعل هذه الحرب يحاسب في إطاره الصحيح، ثم العودة إلى طاولة الحوار والانتقال بعد ذلك إلى سلطة مدنية تعالج قضية الجيوش وتعالج قضية الاستقرار في السودان إلى الأبد. نحن الآن في محطة مفصلية وتاريخية نريد أن نجنب البلاد من الانزلاق والتفتت. من ينادون باستمرار الحرب هم ينادون باستمرار. واضح دكتور خالد، يعني أعذرني لضيق الوقت، يجب أن أتوجه بهذا السؤال الأخير لدكتور معتصم من الخرطوم. من ناحية استراتيجية وأمنية دكتور معتصم، ما الذي ينتظر السودان بعد انقضاء مهلة هذه الهدنة التي اعتبرت أنها هدنة لمناسبة عيد الفطر، وما الذي تحققه السيطرة على المقار الاستراتيجية؟ أنا أعتقد أنه بعد الانتهاء من هذه الأزمة، أزمة أن تعود أن ننتهي من ما تم من تمرد من قبل ميليشيا الدعم السريع، أنا أعتقد أن المجال سوف يكون مفتوحا للعملية السياسية السودانية دي بالتمييز ما بين القضاء على تمرد الدعم السريع وما بين العملية السياسية. الحوار في العملية السياسية مفتوح، العملية السياسية متاحة للشعب السوداني. أما مسألة أن يكون هنالك قوة موازية للجيش السوداني أو أن تتمرد أي قوة من داخل الجيش السوداني، هذه مسألة استراتيجية وأمنية، لا بد أن يدخل السودان المرحلة المقبلة بجيش واحد وبجيش مهني بعيدا عن المزايدات السياسية وبعيدا عن تدخلات أي قوة سياسية في محاولة تجهيل هذا الجيش واتخاذه ذراع عسكري كما تمت هذه المسألة من قبل مع قوة الدعم السريع التي حاولت بعض القوى السياسية أن تتخذها ذراع سياسية تؤثر بها على المشهد السياسي السوداني وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وبهذا أنا أعتقد أنه بالتخلص من الدعم السريع سوف يكون المجال مفتوح للشعب السوداني لممارسة كافة حرياته وعدالته، وأنا أعتقد أن التغيير قادم. أنا أعتقد أن 15 أبريل هذا يوم تاريخي في تاريخ السودان، وستشهدون قريبا بإذن الله بشائر هذه المسألة، وسيتم القضاء نهائيا على هذا التمرد في أقرب فرصة. نعم، شكرا جزيلا لكما. من السودان أو من الخرطوم، المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء دكتور معتصم عبد القادر، ومن كالغاري الكندية المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير دكتور خالد أصيل.